أعلنت وزارة الزراعة عن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الإمارات وجمعية التمور الأردنية في العاصمة الأردنية عمان الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل. وأكد وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدي أن هذه الفعالية تؤكد على عمق العلاقة الأخوية بين الأردن والإمارات، ويأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور الأردنية وخصوصا تمور المجهول في مناطق وادي الأردن تطورا ملموسا، إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول حوالي 14% من الإنتاج العالمي. من جهته قال أمين عام الجائزة دكتور عبد الوهاب زايد أن تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية يأتي بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال السنوات الماضية في عدد من الدول. من هذا المنطلق وإيمانا منا بأهمية تطوير زراعة نخيل التمر الذي بلغت أعداده في المملكة الأردنية الهاشمية ما يقارب 500,000 شجرة، ويعتبر صنف المجهول أحد أهم الأصناف التي يتميز بها الأردن، ويشكل إنتاجه ما يقارب 14% من الإنتاج العالمي من هذا الصنف المميز، فقد سعت وزارة الزراعة للتعاون مع كافة الشركاء لإقامة المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بهدف عرض أجود أصناف التمور. يأتي تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال السنوات الماضية في عدد من الدول العربية الشقيقة، فكان تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالي بالإضافة إلى مهرجان التمور السودانية للعام الثالث على التوالي